العهد القديم كان بيقول لأنك لم تقف أمامي بفرح، مفروض تبقى فرحان. لما تقول نسجد للروح القدس ونمجده يبقى خد حاجة من الروح القدس، إنك تاخد الفرح جواك. الفرح ممكن يبتدي بحاجة اسمها الضحك، لكن الضحك ما هوش فرح. الضحك يجيب السعادة، السعادة تجيب الفرح، الفرح يجيب السلام الداخلي. مين اللي يديني السلام الداخلي؟ ما فيش غير المسيح. لكن العالم يقدر يملأ فمي ضحكا، ولكنه مطلقا لا يستطيع أن يملأ قلبي سلاما. سلام يجي من ربنا، لكن الضحك ممكن يجي من الناس. وممكن الواحد يشوف منظر والمنظر دوا يخليه ان هو زي ما بيقول يموت على نفسه من الضحك، لكن السعادة ربنا هو اللي بيديها، والفرح ثم السلام. يبقى ضحك سعادة، فرح سلام. يبقى لا تحزن الروح، أفسس 4:3. الروح القدس اللي جوانا هو روح الفرح، نحتاج أن نجعله فرحا بنا ونحن أيضا فرحون به. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تخلى علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي، نسجد له ونمجده. فالروح القدس هو المسجود له والممجد. وطالما الكتاب المقدس قال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد أو تمجد، إذن فهذا إحدى الدلائل التي تدل على لاهوت الروح القدس. تكلمنا في هذا الموضوع في حلقتين سابقتين عن موضوعي لا تطفئ الروح، لا تقاوم الروح، ولا تحزن الروح. النهارده عايزين ناخد الموضوع الثالث اللي فيه كلمة لا، وكأننا نتحدث عن لاءات ثلاثة تخص الروح القدس. لا تطفئوا الروح. ما دام الكتاب المقدس قال لنا في تسالونيك الاولى اصح 5:19 لا تطفئ الروح، اذا الروح القدس نار يمكن ان نطفئها. وطبعا ما حدش يقدر ينتصر على النار. النار اللي لابد ان هي في الاخر تنتصر على كل ما يصادفها،
لكن هنا بيقول لنا الروح القدس ما تطفئوهوش، لا تطفئوه، اتركوا الروح القدس دائما مشتعلا، دعوا الروح القدس يكون ناريا فيكم، دعوا نيران الروح القدس تعمل في داخلكم. طبعا مش كل حاجة في النار تبقى ضارة أو تبقى متعبة أو تبقى بلا فائدة، يعني لما بتحصل نار الناس بتطفيها، لكن ده احنا بنحاول نستورد النار عن طريق الطاقة، الطيارة اللي ماشية فوق في الجو على ارتفاع 35,000 قدم، يعني ما يقرب من 13 14 15 كيلو متر فوق. ايه اللي طلعها فوق غير الطاقة النارية اللي هي بتعملها عن طريق الوقود اللي بتتزود فيه من محطات الوقود اللي موجود في المطار؟ ايه اللي بيخليها تطلع ده كله وتمشي المسافات الطويلة من مصر لأمريكا 10,000 ميل أو 16,000 كيلو متر؟ الطاقة اللي موجودة، احنا ما بنسميهاش نار، بنسميها طاقة. هل تفتكروا النار اللي زي كده تحتاج أن تطفأ أم تضرم؟ تحتاج أن تضرم، لكن قدرنا ان احنا نطلع من وراها فايدة ما تدهولناش ابدا اي طاقة اخرى غير الطاقة النارية. فالروح القدس الكتاب المقدس قال ما تطفئهوش، خلوه دايما باستمرار يعطيكم الحرارة في امور كثيرة. معلمنا القديس بطرس الرسول عندما وجه نصائحه إلى عالم المرأة قال: أيتها النساء لا تكن زينتكن، هي الزينة الخارجية من ضفر الشعر ولبس الذهب والتحلي بالثياب، بل زينة الروح الهادي الوديع الذي هو عند الله كثير الثمن. يبقى أطلق على الروح القدس مسمى الهادي الوديع، وطبعا كلمة هادي يعني يهدي، وكلمة هادي يعني رقيق، ما هوش ثورجي، لأن طبعا الإنسان الثورجي بيبقى مندفع، والمندفع كثير الأخطاء، وكثير الأخطاء كثير الاعتذارات. لكن الروح القدس بيدينا اللي عايز يوصله لنا، لكن بأسلوب هادي. كيف تستطيع أن تعبر عن الروح القدس الذي حل على التلاميذ مثل ألسنة من نار على أنه الروح الهادي والوديع الذي هو عند الله كثير الثمن؟ عشان كده يوم الخمسين ما شفناش الروح القدس في صورة حمامة كما رأيناه في يوم الأبيفانية أو في يوم الثيوفانية، لكن في يوم الخمسين شفنا الروح القدس على سنة من نار، لأن الروح القدس جاي دلوقتي لكي يكرز للمسكونة كلها، لكي يقدم المسيح للعالم كله. فدلوقتي هو روح الطاقة الجميلة التي تعمل في العالم كله. دايما النار تعتبر إحدى الصفات التي تعبر عن اللاهوت. ناخد مثلا لاهوت الله الآب في تثنية 4 بيقول: لأن الرب إلهكم نار آكلة.
الآية دي كتبها بولس الرسول في عبرانيين 12، بس قال لأن الرب إلهنا نار آكلة. يبقى الآية قبل كده، كانت بتخاطب الإنسان، دلوقتي بولس الرسول خلاها صادرة منه، الرب إلهنا نار آكلة. وطبعا نحن لا ننسى مطلقا عندما ظهر الله لموسى من فوق سفح جبل، كان الجبل يدخن، حتى أن موسى قال: إني مضطرب ومضطرم، إني مرتعب ومرتعد. موسى العظيم كليم الله اللي كان يكلم الله كما يكلم الإنسان صاحبه، يقول إني مرتعب ومرتعد. ده لاهوت الله الآب، لاهوت الابن. يقول الكتاب المقدس أن المسيح عيناه كلهيب نار، عيناه كلهيب نار، العينين زي لهيب النار، ورجلاه مثل النحاس النقي المحمى في أتون، مناظر نارية لكن بتعبر عن اللاهوت. والروح القدس أيضا الأقنوم الثالث عبر عنه بهذا التعبير. فعندما حل الروح القدس في يوم الخمسين كما ورد في سفر الأعمال أصحاح 2، نزل كألسنة من نار منقسمة على كل واحد منهم. لذا كان حريا بالرسول بولس أن ينصح أو أن يأمر أو أن يقول لنا: لا تطفئوا الروح، خلوا الروح اللي جواكم يبقى مشتعل باستمرار، علشان طالما اللي جوه مليان بحرارة، الحرارة هتبان على اللي بره كمان. ودي وردت في تسالونيك الأولى صح 5:19. في أنواع كتيرة جدا من الحرارة نحتاج أن نستمد فيها دور الروح القدس وعمل الروح القدس. حرارة المعمودية في متى 3 ولوقا 3، يوحنا المعمدان يقول: أنا أعمدكم بماء للتوبة، لكن الذي يأتي بعدي، وطبعا كان يقصد بكلمة يأتي بعدي سيد المسيح، لأن مرة قال: يأتي بعدي من هو أعظم مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل السيور حذاؤه. فيوحنا المعمدان قال: أنا أعمدكم بماء للتوبة، لكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، هو يعمدكم بالروح القدس والنار. وبعدين رب المجد في أعمال الرسل أصحاح 1 بيقول أن يوحنا عمد بماء، أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. إذن دلوقتي لما حب الكتاب المقدس يعبر عن معمودية المسيح، قال إنه هو يعمد بالروح القدس والنار. طبعا الكلام ده ما يخوفناش واحنا نقترب الى جرن المعمودية، الى مياه المعمودية، لاننا يا ترى بقرب من جرن مية ولا من اتون نار؟ وابني اللي هدخله جوه المعمودية، انا مدخله جوه جرن مياه ولا اتون نيران؟
علشان خاطر اننا اتخلص من الانسان العتيق واكتسب الانسان الجديد. عملية الموت والقيامة اللي بتتم في المعمودية اذا لا يمكن ان يكون هذا عملا لمياه مجرد مياه. يبقى اذا الروح القدس الناري اللي هو النار بتضيع منه الطبيعة اللي خدتها من آدم وابتدي اكتسب الطبيعة الجديدة اللي هي طبيعة الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله الذين ولدوا لا من مشيئة جسد ولا من مشيئة انسان بل من الله ولدوا. نبتدي نكتسب الطبيعة الجديدة. وطبعا يبقى الإنسان بعد ما بيخرج من المعمودية يختلف كثيرا جدا جدا عن ذاك الإنسان اللي دخل جوه مياه المعمودية. يا أخي يا من تقدم ابنك أو طفلك لكي يعمد، هل تدري إنك بتقدم ابنك وتستلم ابن المسيح؟ يبقى كلمة بابا وكلمة انك انت اب وهو ابن تفضل تستخدمها لحد ما ينزل جوه جرن المعمودية. طلع من جوه جرن المعمودية استلمت ابنا للمسيح وانت اللي تربهوله. عشان كده اسمك اشبين يعني وصي او حارث. اسمك فيما بعد صار اشبين اكتر من كلمة والد. حتى في امريكا بيسموه the godfather، الاب بتاع ربنا اللي تستلمه علشان تبقى مسؤول عنه لحد ما تحط قدمه على حافة الطريق المؤدي الى الحياة الابدية وتقول له وتقول معه وعلمنا طرق الخلاص وتعرفه سكة ربنا وبعد كده هو يكمل. فأول حاجة نلتقي فيها بالروح القدس الذي لن ينطفئ، ألتقي فيه بمياه المعمودية لأنها ليست نارا بلا مياه وليست مياها بلا نار، ولكن مياه المعمودية الروح القدس والنار. يبقى المية والروح القدس والنار. حاجة تانية، ممكن ان الروح القدس يهب للناس قوة حرارة الصلاة. في صلاة بتبقى طالعة تنميق كلمات، ترتيب جمل. مجرد ان واحد عمال يقول كلمات ورا بعض ممكن يكون من كتر التكرار حفظها وممكن يكون حفظها عن اخرين، لكن واحد تاني سايب قلبه يتكلم ولسانه يعبر. مش اللسان اللي بيتكلم، ده القلب اللي بيتكلم بس اللسان بيترجم له وبيعبر له. ألم يقل الكتاب المقدس عن بولس وسيلة المسجونين؟ ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. اهتزت أساسات السجن. تعرفين بناء السجن بيخلي ان المباني لازم تكون قوية لان ممكن المساجين اللي من جوه يهدوا ويطلعوا او الناس اللي من بره تفتح لهم وتطلعهم، فلازم السجن يبقى قوي المباني. يبقى لازم يكون مبني على ارض صلبة. كون ان الارض دي تهتز والمبنى يهتز منين؟ من تسبحة بيقولها بولس. اهتزت اساسات السجن.
ألم يقل الكتاب المقدس عن حنة أم صموئيل النبي، حنة أم صموئيل، إنها كانت تصلي وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يكن يسمع، حتى أن كاهن ذلك الزمان الذي كان يسمى عالي زجرها بالقول: انزعي سكرك منك. قالت له: لا تظن أن أمتك ابنة بليعال، أنا امرأة مرة النفس، أزل القدير حياتي ألا في مثل هذا الزمان تحتضنين ابنا؟ هيكون عندك ولد زي اليومين دول؟ هذه صلاة يا دوبك الشفايف اتحركت لكن النغمة ما طلعتش، الحنجرة ما اشتغلتش، لكن هزت السماء وخلت السماء استجابت، حتى أنها في تسبيحتها المشهورة قالت: لأن العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين ذبلت. ألم يذكر لنا التاريخ المقدس حرارة العبادة اللي نقلت جبل المقطم في عهد البابا إبراهام ابن زرعة والمعز لدين الله الفاطمي؟ أليست هذه حرارة هزت الجبال، حتى أن قداسة البابا كتب في أبيات من الشعر: جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم. يبقى لا تطفئ الروح، خدتوها في حرارة المعمودية، بقت عندكم في حرارة العبادة، وأيضا تبقى موجودة في حرارة الخدمة. في سفر الرؤيا المسيح بيقول لواحد من ملائكة الكنائس السبعة: ليتك حارا أو باردا، ولكن لأنك لست حار ولست بارد بل فاتر. البرودة ربنا بيقبلها ويشتغل فيها ويحولها لحرارة، الحرارة ربنا بيفرح بيها ويتمناها تبقى موجودة في كل كائن مننا. الشيء اللي يزعل ربنا والشيء اللي ربنا ما بيتقبلوش الدرجة الوسطانية، لا محصلة حرارة فوق ولا برودة تحت، ولكنها فطور. والماء الفاتر كما له فوائد له أيضا أضرار. يبقى فيه واحد ممكن يكون عنده برودة، وده اللي قال عنه رب المجد في متى أصحاح 24: صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء أو في سبت. شتاء اللي هي البرودة والسبت اللي هي الراحة. اطلب من ربنا ان الشيطان ما ينتصرش عليك، بل لا يقوى على الحرب معك، بل لا يهجمك، وانت في وقت تكون بارد روحيا ليه الشتاء، او تكون مستريح واخد راحة، القيت سلاحك جانبا، كففت عن مقاتلة عدوك اللي هو السبت. وفي واحد ممكن يكون فاتر، معلمنا بولس الرسول بيقول: من يعثر وأنا لا أعثر، من يفطر وأنا لا ألتهب. لما لقي كده واحد فاتر، لا هو من أشرار الناس ولا هو من القديسين، لكن واقف في الوسط، لا هو قدر يكمل ويطلع ولا هو ثبت على مكانه، أقول: من يعثر وأنا لا ألتهب. يبقى دي البرودة، والدرجة الأعلى منها الفطور، اللي أعلى وأعلى درجة الحرارة الروحية. ألم يقل سفر أعمال الرسل
عن أبولس إذ كان حارا في الروح، كان يعلم بكل اجتهاد وكان محاولا أن يقنع اليهود مبينا من الكتب أن يسوع هو المسيح. كان عارفا طريق الرب لأنه كان حار بالروح، لكن معلش كنيسة برضو جنت من وراء هذا الإنسان بعض المتاعب، لأن الحرارة دي بتاعته ما كانتش فيها حكمة. ولذلك أنصحك يا عزيز المستمع أن تتبع هذه القاعدة الآبائية التي وضعها آباؤنا عندما قالوا الحكمة هي الفضيلة التي تدخل في كل فضيلة. كل فضيلة لازم يبقى معها حكمة، زي ما فيش لقمة بناكلها من غير عيش. العيش بتاع الفطار وبتاع الصيام، العيش بتاع الفطار وبتاع الغداء وبتاع العشاء، العيش بتاع الغني وبتاع الفقير، كل مائدة عليها خبز، لكن بعد الخبز فيه ايه؟ هنا تختلف المائدة عن الاخرى. الخبز اللي نغمس بيه الفضيلة، الخبز اللي نغمس بيه اي فضيلة تانية، يبقى هو العيش، يبقى هو الحكمة. فقال آباؤنا ان الحكمة هي الفضيلة التي تدخل في كل فضيلة. فلما راح القديس أبولس الى مدينة كورنثوس، عمل مشاكل للقديس بولس ونقل شعب كنيسة كورنثوس عن طريق امرأة تاجرة تسمى خلوي هذه الأفكار وهذه الأخبار للقديس بولس الرسول، فكتب رسالته الأولى وقال يا جماعة أنا وبولس أنا غرست هو سقى، الله كان ينمي، ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا ولكن الله هو الذي ينمي. يبقى شفنا مثال للبارد ومثال للفاتر ومثال أيضا للحار، لكن نحتاج في كل هذه الأمثلة أن تكون ممزوجة بحاجة اسمها الحكمة. حكمة يا رغيف العيش اللي تغمز بيه، تغمز بيه ايه؟ طبعا دي هنا يختلف طعام عن اخر، مائدة عن مائدة، شخص عن شخص. في حرارة كمان تانية ممكن نستفيد من وجود الروح القدس في داخلنا، حرارة المحبة، المحبة الحارة. لما يقول الكتاب المقدس كونوا حارين في الروح، عابدين الرب، يعني اذا دلوقتي حاليا المفروض ان كل شيء يبقى بعاطفة جياشة، لكن لا ينبغي ان نعبد الله بالعواطف، لان العواطف كالعواصف، لكن نعبد الله بالروح المشتعل. وهنا عايز اقول ان الروح القدس في داخلنا بيشتعل علشان يجعلنا امام الله حارين في الروح. فاتذكر مقولة لاحد اباء الكنيسة المعاصرين ان نار الابدية لا تضيء ونور الأبدية لا يحرق. مش السماء اسمها، مش جهنم، آسف، جهنم اسمها النار الأبدية لكن اسمها الظلمة الخارجية. كيف يتفق مسمى النار مع الظلمة؟ نار وظلمة، هي نار لكن غير منيرة، فهي ظلمة أيضا. قال عنها الكتاب المقدس الظلمة الخارجية المعدة لإبليس وجنوده.
المحبة لما تكون محبة مليانة دفء، تبقى المحبة دي مليانة حرارة روحية.